بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم في أحداث هذه المواجهة وفي إطار مباريات الجولة رقم 24 من منافسات الليغا. هذا الديربي هنا في مدينة برشلونة وعلى أرضية ريال ديبورتيفو إسبانيول، ملعب فريق إسبانيول الذي يحتضن هذه المواجهة وهذا اللقاء. والآمال الكبيرة بالنسبة لأربعين ألف متفرج متواجدين في مدرجات ملعب هذه المواجهة بكل تأكيد هي العودة بنتيجة إيجابية بعد مباريات ماضية لم ينجح فيها إسبانيول في تحقيق لقب. وصلت إلى الجهات اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، ويفتح أبواب كاتالونيا مرة أخرى على مصراعيها ليحاول من أجل التعديل. الفرصة موجودة والخطورة مستمرة والكرة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة بعد ذلك إلى خارج أرضية إلى المنافسات الأوروبية من بوابة الدوري الأوروبي أو حتى من بوابة الدوري الكونفرنس ليج. الكونفرنس ليج كرة هذه اللي سجل من خلالها هدف في نفس المدينة، لذلك هذا الديربي بالرغم من الفوارق الكبيرة الموجودة بين برشلونة وإسبانيول إلا أنه أداء الفريق لم يحقق ذلك الانتصارات أو ذلك الانتصار. ضغط كبير ضغط كبير ضغط كبير، أوهو. يبحث عن التقدم والمرور، يدخل إلى منطقة الجزاء، يسدد بالقدم اليسرى لكن إلى خارج أرضية. وصلت إلى جافي، محاولة بعد ذلك بتدخل صافرة وخطأ حكم أليخاندرو هرنانديز. كما هو الحال في مواجهات برشلونة مع الأندية الكبرى في كرة القدم الإسبانية دائما ما يكون ميسي هو مرمى إسبانيول، يستعد للكرة والمحاولة القادمة رأسية وبعدت في التوقيت المناسب، لا زالت مستمرة وقائمة. ألبا يترك الكرة لكن قبل منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول، كرة بمحاولة ملعوبة تسديدة لكن يبدو بأن هنالك قرار. نعم أليخاندرو في اليمنى أمامية ملعوبة الآن، وصلت إلى أداما تراوري، عرضية داخلية. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود الخطأ. عادت بعد ذلك، الآن الصافرة موجودة والخطأ موجود. واللي محاولة ملعوبة داخلية منطقة الجزاء، وصلت إلى أداما تراوري. أداما تراوري وألبا ينتقد الآن من الجهة اليسرى، عرضية يلعبها إلى فرانك تيانغ، عرضية من فرانك داخل منطقة الجزاء لكن إلى خارج أرضية الملعب. من الحماس يومها برشلونة في موسمه التاريخي موسم 2008-2009، يوم إسبانيول نجح في الفوز على برشلونة بهدفين مع في ذلك التوقيت. 23 مباراة للبارسا من دون خسارة. ريال مدريد الرجل الذي يتواجد اليوم بأربعين سنة أساسيا في هذا الديربي. تعود المحاولة من جديد الآن، ملعوبة في الكرة بمحاولة في الجهة اليسرى، ألبا عرضية داخلية منطقة الجزاء لكن أيضا اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ومطالبة بركلة جزاء، مطالبة بتصل إلى فيران توريس، فيران توريس يسقط في أرضية الميدان وحكم المواجهة. تم من خلال أداء كبيرا جدا خصوصا في شوط المباراة الأول. مرة وقائمة وصلت إلى جوردي ألبا، عرضية رأسية ملعوبة. يانجل هيريرا إلى الجهة اليمنى، تسديدة تأتي لكن عند حارس المرمى تير شتيغن. المباراة رقم عرضية داخلية منطقة الجزاء، وصلت إلى أداما، أداما لا 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 دييغو لوبيز حاول داخل منطقة الجزاء الآن خطيرة لمصلحة إسبانيول. يبحث عن المرور، مر عرضية ملعوبة رأسية، لا 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 لا، فيران توريس مرة أخرى رأسية تمر جدا لكن كرة بمحاولة تأتي عن طريق فرانك ديونغ وبعيدة بعد وصلت إلى من؟ عن طريق اللاعب دارتير، دارتير يسدد وكرة إلى خارج، كرة تصل إلى جافي، عودة بعد ذلك وصلت إلى جوردي ألبا، خط تقدم جافي لا زالت حاضرة، عرضية داخل منطقة الجزاء، أداما تراوري يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. إياكم هنا
الى ريال ديزيب وخافي بوادو. كره بمحاوله ملعوبه من الجهه اليمنى الان، عرضيه داخل بمحاوله ملعوبه الان، محاوله الوصول الى فيران توريس في الجهه اليسرى، البحث عن العرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء. ابهر العالم خلال سنوات وسنوات عن الوصول، لكن فيران توريس يحاول، لا زالت مستمره وقائمه، تسديد لا زالت مستمره وقائمه، خطيره جدا لكن ايضا طالع، خطيره خطيره، لا 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 لا. الصغير وفي الطريق الى رحلة الكبار الاسطورية، يسجل جافي، يضع الكرة في المرمى ويعلن عن استعادة التقدم مرة اخرى، يحتسب الهدف، لا يلغي يلغي يلغي، والله دوخنا الباب، والله دوخنا البار. تعود الامور الى نتيجه التعادل الايجابي الى سيرجينيو ديست، ابعدت من امام اللاعب الامريكي، عادت مره اخرى لمصلحه ادام تراوري الاسباني الذي يبحث عن الانطلاق، لكن هنا كره عن طريق فرانك ديونغ داخل منطقه الجزاء، صار الكبير كره بمحاوله ملعوبه عرضيه داخل منطقه الجزاء، ابعدت عاد بعد ذلك ب 26 سنه، الان ممكن ان يسجل التقدم، كرة رأسية من فيران توريس، لكن أيضا جهة اليسرى محاولة للبارسا على مشارف في منطقة الجزاء، هذه المواجهة كرة تصل الآن عن طريق بيدري، أمامية ملعوبة لكن روزا أمامية ملعوبة وصلت إلى راؤول، دي توماس يسدد لكن إلى خارج أرضية الأوروبي في ذلك التوقيت، كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة تراوري، عرضية داخل منطقة الجزاء، لوك دي يونغ، لا 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 وصل زيادة لسه 20 سنة ها 40 أنا الجهة طولت لي كده خمس يوم عشر ثواني